نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، والبداية بالعناوين. قيس سعيد يشدد على ضرورة فتح ملفات الجرائم الديوانية دون استثناء، وإجراء أول عملية انتزاع متعدد للأعضاء في تونس. أهلا بكم إلى التفاصيل. تحصل كل من رئيس قسم أمراض القلب بمستشفى فاطمة بورقيبة بالمنسيرة الدكتور حبيب جمرة وأمين عام الغرفة التونسية اليابانية للتجارة والصناعة ناصف بالخيرية والمدير التنفيذي لمؤسسة تونس للسينما هشام بن خامسة على جائزة وزير الشؤون الخارجية اليابانية لسنة 2022 وفق بلاغ أصدرته سفارة اليابان لدى تونس. وتمنح جائزة وزير الخارجية اليابانية السنوية تقديرا وتكريما لأبرز المساهمات سواء من قبل الأفراد أو المنظمات التي تعمل على تعزيز علاقات الصداقة بين اليابان والدول الأجنبية. وقد ساهم رئيس قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة طيلة مسيرته المهنية في تعميم استخدام تقنية إينوبالون لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية في تونس وأفريقيا، والتي ابتكرها الدكتور الياباني إينو كانجي. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم عن إجراء أول عملية لانتزاع متعدد الأعضاء اليوم الاثنين بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، وقد تمت عملية زراعة في كل من مستشفى الرابطة ومستشفى المونجسليم ومستشفى شارنيكولا ومستشفى فاطمة بورقيبة بالمنسيرة. وتوجهت وزارة الصحة بالشكر لكل المتدخلين في العملية، كما تقدمت بتعازيها لعائلة الفقيد داعية المواطنين إلى التسجيل في قائمات المتبرعين، لأن التبرع بالأعضاء هو تبرع بالحياة وفق ما جاء في نص البلاغة. أفاد وزير السياحة محمد المعز بالحسين أن حوالي 3 ملايين سائح زاروا البلاد التونسية منذ بداية السنة حتى نهاية شهر جويلية 2022، وبلغت عائدات القطاع السياحي حوالي 2 مليون دينار. وأضاف وزير السياحة خلال زيارة عمل أداها اليوم الاثنين إلى ولاية مدنينة أن هذه المؤشرات تقترب من السنة المرجعية 2019، مبرزا أن بلوغ مثل هذه النتائج استوجب مواصلة العمل لتجاوز صعوبات يعاني منها القطاع، وخاصة منها المسائل الهيكلية التي تتطلب المعالجة. وذكر الوزير أن المنطقة السياحية جربة جرجيسة أنشط منطقة سياحية في البلاد من حيث النتائج السياحية، وهي في المراتب الأولى وطنيا خاصة على مستوى طاقة الإيواء واليد العاملة والمؤسسات السياحية. في أخبار العالم، لقي 3 أشخاص مصرعهم اختناقا الاثنين داخل بئر للتنقيب عن الذهب في منطقة شمالي موريتانيا. وقالت شركة المعادن الموريتانية الحكومية في بيان لها اليوم أن المنقبين الثلاثة تعرضوا للاختناق داخل أحد أبار التنقيب التقليدية عن الذهب شمالي البلاد ما تسبب في وفاتهم. ودعت الشركة المنقبين عن الذهب السطحية شمالي البلاد إلى اتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر والتقيد التام بإجراءات السلامة والأمانة. ورغم المخاطر الجمة التي ينطوي عليها البحث عن الذهب السطحية بالطرق التقليدية، ما يزال الألاف يجدون في البحث من أجل الحصول على فرصة العمر في أعمق صحراء موريتانيا. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. قيس سعيد يشدد على ضرورة فتح ملفات الجرائم الديوانية دون استثناء، وإجراء أول عملية انتزاع متعدد للأعضاء في تونس. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فم.